بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله توكلت على الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله على ديني وآخرتي وأماناتي وخواتيم عملي ونفسي ودنياي. بسم الله على أهلي ومالي وولدي. بسم الله على كل ما أعطاني ربي. بسم الله على إخواني وجيراني وأقاربي وأحبابي وأهل بيتي وعائلتي ومن معي وأهل هذا المكان وأهل هذه المنطقة وأهل هذا البلد ودينهم وآخرتهم وأماناتهم وخواتيم أعمالهم وأنفسهم ودنياهم وأهلهم وأموالهم وولدهم وكل ما أعطوا من ربهم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل وأقدر مما أخاف وأحذر. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك ناصيتي في يديك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما. آمنت بالله ورسله وكفرت بالطاغوت وعد الله حق وصدق المرسلون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم لا إله إلا أنت يا الله يا رحمن يا بر يا رحيم يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إني أعوذ وأعيذ وأستودعك ديني وآخرتي وأماناتي وخواتيم عملي ونفسي ودنياي وأهلي ومالي وولدي وكل ما أعطيتني وإخواني وجيراني وأقاربي وأحبابي وأهل بيتي وعائلتي ومن معي وأهل هذا المكان وأهل هذه المنطقة وأهل هذا البلد ودينهم وآخرتهم وأماناتهم وخواتيم أعمالهم وأنفسهم ودنياهم وأهلهم وأموالهم وولدهم وكل ما أعطيتهم. وأسألك بك وبحقك عليك وبحق السائلين عليك وبنبيك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته التامة وبشفاعته العظمى وبلا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. وبلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى وصفاتك العليا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك وبعظمتك وبقدرتك وبرحمتك وبعزتك التي لا ترام وبملكك وحماك الذي لا يضام وبسلطانك القويم القديم وبجاهك العظيم وبوجهك الكريم وبنوره الذي ملأ أركان عرشك وأشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة وأمر الأولين وبآياتك البينات وبكلماتك التامات كلها من شر ما خلقت وذرأت وبرأت ومن طوارق هذا اليوم إلا طارق يطرق بخير ومن شر النفس وشهوتها وشحها وهواها وفتنتها وجبلتها وآثامها ظاهرة وباطنة ومن شر خائنة الفرج والعينين واللسان والشفتين في الخلوة والجلوة ومن شر الشيطان وشركه وشركه ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد وفاسق وسارق وقاطع طريق وحاقد وحاسد وكذاب وخائن وغادر وساحر
ومن شر جندهم وكيدهم وحقدهم وفسادهم وإفسادهم ودهمهم، ومن شر الضر والذل والمحن والقيد والسوط والسجن، ومن شر الهم والغم والحزن والخزي والخيانة والزنا ومضلات الفتن والآثام والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن شر أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، أو نبغي أو يبغى علينا، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم، ومن شر العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال والهدم والصدم والحرق والغرق، ومن شر هذا اليوم ومن شر ما فيه ومن شر ما بعده، ومن شر يوم السوء وليلة السوء وساعة السوء وصاحب السوء وجار السوء في دار المقامة، ومن زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وغضبك وعقابك وشر عبادك، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وأن نغتال من تحتنا، ومن شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وأسألك اللهم يا ربي أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن تحصننا وتحفظنا يا ربنا وأحبابنا وأهلينا وعوائلنا وأهل هذا المكان وأهل هذه المنطقة وأهل هذا البلد من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا وظواهرنا وبواطننا وفروجنا من الخيانة والزنا، بما حفظت به عبادك الصالحين وبما حفظت به الذكر، فإنك قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن تجعلنا يا ربنا وإياهم في أمنك وجوارك وحرزك وعيادك وملاذك وتحت كنفك، وأن تجعلنا يا ربنا وإياهم ممن توكلوا عليك فكفيتهم، وأن تجعل القرآن العظيم الكريم ربيع قلوبنا ونور وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وغيظ قلوبنا، وأن ترحمنا يا ربنا وإياهم بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. وأسألك اللهم يا ربي خير هذا اليوم وفتحه ونصره ويسره وسروره وبركته ورزقه ونوره وطهوره ومعافاته وهداه. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وأذلاء فأعزنا، وفقراء فارزقنا. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم وتدفع المحن والفتن والنقم، لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.